بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كذب الطيور. قام العلماء بالعديد من التجارب واندهشوا عندما علموا أن الطيور تكذب مثل البشر، تماما مثل البشر. فالطيور تكذب من أجل الحصول على طعامها، قد تكذب وتغش الأنثى لتجذبها إليها. والعجيب أن القرآن كتاب أشار إلى هذه الحقيقة العلمية في سياق الحديث مع الهدهد في قصة سيدنا سليمان مع بلقيس. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى القدرة لسيدنا سليمان، فكان يفهم لغة الطيور ويخاطبهم. وعندما تأخر طائر الهدهد وجاء فأخبر الملك سليمان أنه وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، قال له سليمان، قال: سننتظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سورة النمل آية 27. هذه الآية تدل على أن الطيور تصدق وتكذب، وهذا ما كشفه العلماء مؤخرا، والله أعلم.